أرض فلسطين مباركة للعالمين، كل العوالم، يعني ما هو فقط الإنس ولا الجن ولا كل المخلوقات، هذه مباركة لهم. ولهذا لا نتعجب اليوم لما نشوف الصراع في الأرض كلها اليوم، مو فقط المسلمين واليهود، لا، الأمم كلها الآن تنظر إلى هذه البقعة من الأرض. مع أن في بقع كثيرة، في أماكن كثيرة، في صراعات سياسية وأحيانا حروب، لكن وكالات الأنباء العالمية ما تهتم فيها كثر ما تهتم بفلسطين. إبراهيم مكث فيها عليه السلام، لليوم في حي الخليل هناك في فلسطين معروف، حتى يقال أن قبر إبراهيم الخليل، الله أعلم، يعني لا زال معروفا مكانه. إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بنى بعدها المسجد الأقصى، فهو أول مسجد بني بعد المسجد بعد المسجد الحرام، المسجد الأقصى. الأرض مباركة، مو فقط مباركة، بل الملائكة تضع أجنحتها فيها، والملائكة تحفها هذه الأرض. ولهذا لما نقول اليوم أن يا جماعة فلسطين ما هي قضية عربية، هي صاحبة قضية عربية أعظم من عربية، قضية تهم كل مسلم، مو بس مسلم، كل إنسان شريف حر عادل منصف على وجه الأرض يجب أن يهتم بالأرض المباركة هذه، أرض فلسطين. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتمنى فتح بيت المقدس وسير الجيش، جيش أسامة رايح وين؟ رايح الشام. الشام يعني بداية مقدمة لفتح بيت المقدس. أبو بكر سير الجيوش، وأول من سير جيش أسامة، ما يوقف، يروح. تمنى أبو بكر أن يفتح بيت المقدس في زمنه فلم يفتح، والصحابة لا زالوا يقاتلون، وفي عهد عمر قتل الكثير من الصحابة حتى وصلوا وفتحوا بيت المقدس، سالت دماء، زهقت أنفس شهداء كتبهم الله عز وجل، علشان شنو؟ بس علشان تفتح تلك الأرض المباركة لوعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه بفتحها. اثنين، آخر الزمان، آخر الزمان لما عيسى بن مريم ينزل في دمشق عند المنارة الشرقية في دمشق، وينزل على جناح ملك ويصلي مع الناس صلاة الفجر خلف المهدي، وين يروح عيسى عليه السلام؟ على طول يتوجه لفلسطين. أرض القلوب المؤمنين معلقة بهذه الأرض. أول قبلة الله جعلها لمحمد صلى الله عليه وسلم شنو؟ جماعة أول قبلة كانت هذا المسجد الأقصى. يعني ديننا مرتبط بهذا، والله جمع الأنبياء كلهم لنبينا يصلون خلفه، وين؟ المسجد الأقصى، في تلك الأرض المباركة. ولهذا حث النبي وأصحابه حتى الطائفة المنصورة آخر الزمان، قال هم في أكناف بيت المقدس وفي بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، هذه الطائفة المنصورة آخر الزمان.